لماذا تهاب أسماك القرش الدلافين؟ هناك حيوان بحري واحد تخاف منه معظم أسماك القرش وتتجنب مسارات وجوده بالكامل، إذ ينظر غالباً لأسماك القرش على أنها واحدة من أخطر الحيوانات المفترسة في المحيطات. لكن الدولفين الذي نعتبره من ألطف الكائنات البحرية هو العدو الأخطر للقروش. تتحرك الدلافين في مجموعات كبيرة، في حين أن سمكة القرش تنتقل بمفردها، ولهذا فهي غالباً ما تخاف من الدلافين. ويقول المثل الشائع: الكثرة تغلب الشجاعة. الأمر نفسه يحدث في المحيط مع القروش والدلافين، حيث تمتلك الدلافين زعنفة ذيل أفقية، في حين أن أسماك القرش لديها زعانف عمودية، وهذا يعني أن حركة الدلافين أفضل داخل المياه صعوداً ونزولاً. لذا حين يشتبك الطرفان معاً تتمكن الدلافين من المناورة بشكل أفضل بكثير من أسماك القرش. الدلافين كائنات ذكية جداً وفقاً للكثير من الدراسات العلمية، وقد اكتشف بعض الباحثين في بريطانيا وجود تواصل اجتماعي بين الدلافين، مما يعطيها الأفضلية في الهجوم وكسب المعركة ضد القروش. كما وتمتلك الدلافين حاسة بصر شديدة، وفي الوقت ذاته لديها عيناً في كل جانب من جوانب الرأس، كما تتحرك كل عين بشكل مستقل عن غيرها، الأمر الذي يسمح لها برؤية جميع جوانب المحيط. كما تستطيع الدلافين الرؤية من تحت الماء بكفاءة كبرى تضاهي بها الكلاب والقطط. أيضاً للدلافين قدرة كبيرة على استخدام الأمواج الصوتية من أجل تحديد مواقع الأجسام، وذلك من خلال إصدار ترددات خاصة عبر نقر الأصوات، وهذا سلاح آخر يضاف لترساناتها القتالية في أعماق المحيط. يعد أنف الدولفين صمام الأمان لها، أو خط الدفاع الأول. إضافة إلى رؤوس الدلافين تمتلك جلداً سميكاً وقوياً جداً، فإن أنوفها قوية للغاية، وبمجرد أن تشعر بالخطر أو التهديد من أسماك القرش فإنها تغرس بأنفها القوي في معدة سمكة القرش الناعمة، مما يسبب للأخيرة صدمة داخلية قوية تفقدها توازنها، وبالتالي تميل الكفة لصالح الدلافين في كسب المعركة.